شجر النخل في سيوة كان بجلاله وجماله كأنه بيعلمنا الصبر، والجبال اللي بتقوم بدور الوتد كانت مليانة بالشموخ والعظمة، والفطرة المرسومة على وشوش الناس كانت أغنى من أي تعبير. بتقتصر معرفة سكان مصر أو معظمهم تقريباً على إنه بيستخدم في طعام، لكن الملح هنا في سيوة ليه حدوتة مختلفة. وكأن كل حاجة في سيوة بتكمل سيمفونية الإبداع. ألواح الملح المترمية على أطراف البحيرات كانت أشبه بالجواهر، وكأنها ما كانتش محتاجة لمعامل تحليل تأكد إن ملح الواحة من أجود أنواع الملح. بقالك قد ايه شغال في الملح، وايه اللي بيميز ملح سيوه عن غيره؟ احنا شغالين في الملح من بدايه استخراجنا في سيوه من تقريبا 5 سنين. اللي بيميز ملح سيوه عن غيره جودته ونقائه. ليه نسبه تركيز معينه مختلفه عن الملح في العالم؟ نسبه كلوريد الصوديوم في الملح حوالي 99.6، ودي من اعلى او من انقى انواع الملح الموجوده في العالم تعرفت لحد دلوقتي. مناجم او مسطحات الملح الطبيعي اللي هناك ده العناصر بتاعتها غريبه جدا جدا، لدرجه انها بتستخدم في بعض، هي في اغلبها للاسف داخله تصدير دلوقتي، لكن هي بتستخدم في حاجات غير الاكل. فضل الملح لسنين طويله سر من اسرار الواحة، وما تمش اكتشافه بالشكل الكبير ده الا من فتره بسيطه جدا، ومعاها بدات صناعه الملح في سيوة. بقالك 5 سنين تقريبا الملح مكتشف في سيوة، شايف ان في عدد عماله بقى موجود بشكل كبير في موضوع الملح؟ في زياده، عماله، معدات، تقريبا كذا مجال فتح يعني عندك يعني. وانا بعمل المغسله اللي ورايا دي محتاج كهربائيه، سباكه، بنايين، فمجالات كتيره قوي فتحت للشغل للعماله في سيوة. الملح بيطلع من البحيرات بيجي على هنا مباشره، ولا الخطوات بتمشي ازاي؟ الخطوات الاولانيه انا بطلع الملح عن طريق الحفارات وبغسله غسله اوليه، وبعدين بواسطه العربيات بنقله للمغسله والكسره دي، بخلي حجم بتاعه موحد حوالي من 2 ل 5 مللي، وبغسله عشان يبقى بدرجه البياض اللي حضرتك شايفها ورايا دي. الملح في ايد السيويين ما وقفش عند حدود الصناعات التقليديه وبس، الملح اتحول في ايديهم لتحف فنيه. دي واحدة من بحيرات كتيرة موجودة في سيوة، بيستخرج منها الملح وبيروح لورش كتير عشان يتحول الملح لتحف فنية على ايد صناعية مهرة. المهنه بتاعتكم دي بيسموها ايه؟ اللي بيشتغل فيها بيبقى اسمه ايه؟ نحات. طب النحت اتعلمته فين؟ هوايه، هو والدي كان يعني عنده شويه الفن، يعني يحب يعمل اي حاجه بنفسه، فانا كنت دايما قريب منه. وبعدين لما عشت في الصحراء فتره عندي وقت كبير ان انا اتعلم، وعندي فراغ كتير ان انا استخدم كل الخامات المحيطه بيا في الصحراء ان انا اعمل اللي انا عايزه منها، من اواني، من بتحس بالملح وانت وهو في ايدك؟ يعني احساسك بالملح بيبقى مختلف عن اي حد تاني مش شغال في الشغلانه دي؟ طبعا، لان هو ربنا سبحانه وتعالى بيسخر كل انسان لما خلق له. بتشوف ان الملح في قلب البازار بتاعك ده جزء من المنتج السيوي الاساسي؟ اه طبعا، لان الملح ده هو شغله يعني من زمان، من بيتجاب من بحيره فاطماس، تمام؟ بيتعمل منه شمعدانات وبيتعمل منه اباجورات، هي كفكره جديده لكن برضك شغلها جميل جدا، لان حاجه
من طابع المنتج السيوي. ملح عم نبيل بيبقى ليه خصوصية لأهل سيوة، بيبقى كمان ليه خصوصية أكتر مع الناس اللي شغالين فيه؟ أكيد، يعني لأن يعني الشغل أنا بعمل الحاجة اللي محتاجها الشخص أو الزبون. تطور المهنة بالنسبة لي محتاج إمكانيات أكثر، يعني محتاج مكان. إيه اللي بيتطور في الأشكال؟ هل الأشكال بتطور ولا الأشكال ثابتة؟ لا، هو في أساسيات ثابتة، لكن أنت ممكن تطور وتعمل أي شكل جديد، وممكن تستخدمه في حاجات كتيرة. هل في دول معينة بتستورد منكم الملح؟ في سوق الأوروبي وتركيا، بالإضافة سوق المحلي في شغل البتروكيماويات بيشتغلوا في الملح. أنت شايف إن الصنعة في نفس الوقت ممكن تتطور، ممكن تستوعب عدد عمالة أكبر؟ لا، ده احنا في بداية المشوار لسه، تطور قدام. مشوار. لا، احنا لسه بداية المشوار، احنا لسه بقالنا 5 سنين. إذا كانت معرفة السويين بكنز الملح من سنين بسيطة، فعمارة المباني هنا من سنين طويلة كانت بتعتمد على حجر الكرشيف، وهو زي ما قال لنا عم حمزة أقدم بناء في سيوة، مكون من الطين وبرضو الملح. البنائين عم حمزه بقالك قد ايه بتبني كرشيف؟ بقالي 50 سنة. مين اللي علمك بناء الكرشيف؟ علمت من واحد، كنت بشتغل مع واحد تعلمت من يعني البنايه دي، مش رايه ولا كتابه، اتعلم لك اعمل كده. شوف منظر بعينك لما تشوف على حاجه تعلمها بنايه تعلم. تعلمت، اشتغلت مع واحد كتير وتعلمت منه. عم حمزة بيمثل أقدم البنائين اللي حافظ على تراث البناء بمادة القرشيف، وما زال حتى الآن هو يؤنس برأيه، أو على الأقل بيحط الخطوط الرئيسية لأي مبنى، وبيتجاب أحياناً بس عشان يقول إحنا ماشيين صح ولا غلط وهكذا. عم حمزة كان يعني لأن العمارة التقليدية في سيوة مش ما بتعتمدش على المتر، على فهو عنده قوة ملاحظة قوية جدا، يعني لو الجدار تزحزح 5 سنتي هو بيلاحظها بعينه من غير ما يستخدم أي أدوات. فالمهندسين متعودين على الطوب أو متعودين على نظام معين، فاضطرينا في الكرشيف إن احنا ما نستخدمش الأدوات، فوقعنا فعلا في بعض الأخطاء صغيرة، لكن عم حمزة اكتشفها بالعين المجردة. العلم مش في الكراسة، العلم في الراس. لا، العلم في الدماغ. في الدماغ. العلم في المخ. تمام. ايه اللي بيميز حجر الكرشيف عن اي بونة تاني؟ يميز هو مكيف وصحي. في البرد ما تحس بها البرد، وفي الحر ما تحس الحر. زي مكيف بالضبط. بإيد عم حمزة اللي تتلف في حرير ومن حجر الكرشيف نفسه، اتبنى في سيوة واحد من أغرب فنادق العالم. أدرار أميلال أو الجبل الأبيض، ده واحد من أغرب الفنادق في العالم، وتقريباً من ضمن 10 فنادق مصنفة عالمياً على إنها صديقة للبيئة. يعتبر واحد من أندر الفنادق في مصر، أو يمكن أندر فندق تقريبا. هو جينا للحق، هو أغرب وأجمل فندق في العالم كله. في العالم بسبب؟ بسبب أولاً هو موجود في واحد سيوة. الحاجة الثانية إن هو استفاد من كل الخامات اللي موجودة هنا في واحد سيوة، وهي مادة الكرشيف اللي مش موجودة في أي مكان في العالم. مادة الكرشيف عبارة عن بلورات الملح مع الطين، بناخدها من البحيرات أو من الأراضي المتخمة للبحيرات، ومع جذوع النخيل. يعني هو تقريبا مستفيد من كل خامة موجودة في سيوة. كان بالكرشيف والملح والفلاج النخل والبيبان برضو فلاج النخل، كل حاجة، وخشب الزيتون، الطاولات بالخشب الزيتون برضو. بتبقى مرتاح نفسين وساعد فيه. مرتاح نفسين، هدوء، جو هدوء خالص. أدرار أميلال كانت فكرة جريئة الصراحة، لأنه على مستوى العالم هو على فكرة أحد أكبر 10 فنادق في العالم، أغلاهم. أقام فيه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، أقام فيه أسماء كثيرة من كبار رجال أعمال داخل وخارج مصر، أقيمت فيه مناسبات وتم فيه تسجيل أفلام ومسلسلات. هو أعجوبة الصراحة، لأنه لا في
شبكة تغذية وصرف المياه والصرف الصحي، ولا في شبكة كهرباء، فيش إنارة، فيه ما فيهوش تليفونات سنترال. السؤال الدائم هيجي على المشاهدين على طول هو فكرة مين اللي هيعجبه الأتموسفير ده، الهدوء الغريب وفكرة افتقاد أولا وسائل التكنولوجيا الحديثة. العاشقين للطبيعة في كل دول العالم، العاشقين للطبيعة والهدوء، والناس اللي زهقت تماما من فكرة الانفتاح الكبير والتكنولوجيا والميديا وكل حاجة، اللي حابب ان هو يستجم، خصوصا كمان العاشقين للطبيعة. بس الأميل للأتموسفير ده هم الأجانب تقريبا، الأجانب وشريحة من المجتمع المصري اللي هم اعتادوا ان هم يسافروا دول العالم وحبوا ان هم يشوفوا شكل مختلف. وبالإضافة لكل ده هتلاقي متخصصين بيأكدوا ان الملح في سيوة كمان ليه فوائد صحية. الملح تحديدا في سيوة شايف ان هو مفيد لطرد الطاقة السلبية من جسم البني ادم زي ما بيقولوا. الملح فايدته فعلا ان هو بيطرد الطاقة السلبية، بيضيف طاقة ايجابية للمكان. الملح فوائد كتير جدا عمالين بيكتشفوها للملح، يعني التفريك الملحي مثلا لما حياتك بتنزل ملاحة من ملاحات في سيوة بتكتسب المية بتاعتها، بتاخد الملح على جسمك، بتطلع بيتعمل لك التفريك الملح ده. خلينا اسالك ان انت شايف ان سيوة لابد أن تستغل في هذا الأمر؟ سيوة بالنسبة للناس معروفة كواحة، مش معروفة كمكان استشفاء. سيوة فيها بحيرات ملحية بتساعد الشخص على الاستشفاء سريعا. الجو في سيوة جاف طول السنة، ده اللي مخلي الأوروبيين مهتمين بواحد سيوة، علشان المناخ عندهم مختلف عن المناخ عندنا، فهو في خلال فترة الشتاء بيقدر يجي يستفاد بالشمس الساطعة في سيوة، بالبحيرات الملحية اللي بتخلي الدورة الدموية في حالتها أحسن من الطبيعي. مش بس الملح اللي بيكون فيه شفاء زي ما بيأكد أهل سيوة وغيرهم، الرمان نفسها تحت جبل الدكرور وصفة مجربة وعلاج سحري لكتير من الأمراض. ايه المختلف في رمل سيوة عن غيره من رمال الصحراء كلها؟ رمال سيوة طبعا بتنفرد انها مكان موقع جاف، الجو في سيوة مناسب طبعا للحمامات الرملية، وجبل تكرور خاصة فيه أشعة بتطلع منه بتساعد على موضوع الحمامات الرملية خاصة الأمراض الروماتية. العلاج ده انت ورثته منين أولا وبقالك قد ايه شغال فيه؟ احنا تورثناه من أجدادنا، بس هو أساسا موجود من أيام الفراعنة، موجود عندنا في التاريخ في سيوة، موجود الحمامات الرملية بتتعمل للعلاج من أيام الفراعنة. ايه الأمراض اللي ممكن يعالجها الرمال بتاعت جبل الدكرور؟ حديثا ان احنا دلوقتي بنعالج حمامات الرملة، بتعالج الروماتيزم والروماتايد، بتنشط الدورة الدموية، بتنزل الدهون اللي على الكبد والدهون الثلاثية، بترفع المناعة في جسم الإنسان. أيام الفراعنة كانوا بيعالجوا بها الروماتايد. بعض الناس بتروج له على انها دي رمال مشعة، والحقيقة العلمية طبعا هي مش مشعة، حتى المعالج نفسه مش محتاج ياخد لا بكالوريوس في الطب او في اي علوم اخرى، لان هو معالج بالوراثة. الرمال دي منحة من الله سبحانه وتعالى، زاوية الجبل مع بزوغ الشمس من بدايتها إلى الزوال، مع الرمال دي طول الليل بتحرك مع طيارات الهواء وبتتشبع بأشعة الشمس بدرجة معينة طول النهار، فلما بيفتح الحفرة إياها دي وبينزل فيها الإنسان، الضغط الاسموزي بيبقى في أعلى كفاءته للتربة، بيسحب كل السموم والكوليسترول بقى ومشاكل الركب ومشاكل الظهر. يعني الحقيقة هي من أهم مراكز العلاج الطبيعي، يعني على الأقل في مصر إن احنا نقول إنها نمبر وان. كنتيجة فعلية بنشوفها على الناس فعليا موجودة طبيا، أثبتت من خلال إشاعات إن في غضاريف بتنمو، الغضروف معروف طبيا إن هو غير قابل للنمو، لو حصله ضمور ما بينموش تاني، إنما بعد الردم حضرتك أثبتت علميا إن هو من خلال إشاعات إن هو بينمو تاني في الردم بتاع جبل الدكرور تحديدا. هل ده طب تكميلي ولا هو طب منفرد بذاته؟ لا، يعتبر طب منفرد بذاته. النتائج دي بتقيسوها إزاي؟ الحالات نفسيها بتحكم بالنتيجة. لو قعدت هنا 3 ايام ترجع زي الحصان. اللي سابته سيوة جوانا في ايام معدوده كان بيولد جوانا حنين للمكان والناس الطيبين اللي قادرين يخلقوا نفسهم بكل عفويه عالم خاص
مليان بالسحر والجمال.